نتعلم مع بعض ازاي نعمل فيونكة بسيطة. نبدأ مع بعض نعملها. هنبتدي عودة البداية. هنبدأ نعمل 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ونقفلها بغرزة ناعم. هعمل 4 سلاسل بداية للفيونكة، للجزء نص ده من الفيونكة. عملت 4 علشان هعمل غرزة عمود بلفتين. هبتدي ادخل الابرة جوه الحلقة اللي انا عملتها واكمل غرزة العمود بلفتين. اعمل كمان واحدة. كده 3. انا دلوقتي شغالة عمود بلفتين. عملت 4. الجزء ده بداية الخيط اللي احنا سبناها في البداية دي حاسبها، انا عايزاها هستخدمها في الاخر، فيعني مش زي ما بنعمل دايما هندككها او هنقصها، لا هنسيبها. نكمل بقى كده عمود اهو بلفتين. كده عملنا 1 2 3 4 5 6. هنعمل 7. تمانية. عملنا 8. هعمل 4 سلاسل وهقفل النص ده من الفيونك. تمام، يبقى احنا عملنا اول نص من الفيونكة، نص اليمين ده، بدأنا ب4 سلاسل وعملنا 8 غرز عمود بلفتين وقفلنا في الاخر ب4 سلاسل تانيين. هبدأ النص التاني برضو ب4 سلاسل وهعمل برضو نفس 8 غرز عمود بلفتين. ادي 1 2 3. بدخل جوه الحلقة اللي في النص اللي احنا عملناها. عمل 5. هم هعمل 4 سلاسل واجي هنا اعمل غرزة نائمة اقفل بيها النصين دول. تمام، هاجي بقى المفروض ان انا هشد كده، هعمل السلسلة الاخيرة اللي بنقفل بيها، شدها للاخر، شدها على قد ما اقدر. بصوا قد ايه كتير. شد كمان كده وبعدين انا عملت منها، سبت عديت الخيط كتير. اجي اقص بقى، هسحب طرف الخيط اللي هو البكرة اللي معانا في البكرة، وادي الطرف اللي انا شديته، شده كده كويس اقفل بيه. تمام، هجيب بقى ده الطرف البداية اللي احنا قلنا عليه موجود اهو، احافظ عليه، وهاجي اخد طرف الخيط الطويل اللي انا شديته الفه كده في النص، اقسم بيه الفيونكة زيادة، الطرفين زيادة بالراحة كده، نحاول نخليهم جنب بعض.
تمام. نجي هنا ده ظهرها اهو، لفينا كده ده ظهرها. نجيب الطرف الخيط الاول اللي كان معايا وطرف الخيط اللي باقي بعد ما لفيت، اعملهم بس عقدة اربطهم في بعض. فانا كده استعملت الطرف البداية في ان انا اربط بيه طرف الخيط الاخير اللي انا لفيته، ويفضل معايا بقى الطرفين دول ممكن اثبت بيهم الفيونكة في شغل اعمله، او لو مش عايزاهم هقصهم وادككهم، ادككهم الاول بابرة التنظيف وهقصهم. كده احنا عملنا الفيونكة دي بغرزة عمود بلفتين. ممكن نعملها هنا اصغر شوية بعمود بلفة، ودي دول الاتنين بعمود بلفتين برضو زي دي كده نفس الحجم. دي اكبر شوية عمود بتلات لفات، فكل ما هنحب نكبر هنطول الغرزة دي شوية بان احنا نزود لفة دي. كده عملنا الفيونكة البسيطة وشكرا.